الطلبه اسعد الله اوقاتكم في سلسله دروس ثانويه اونلاين سنبدا اليوم بالدرس الاول في مبحث الفيزياء للفرعين العلمي والصناعي وسنبدا بتلخيص للماده مبتدئين من الفصل الاول وبالفصل الدراسي الاول في الوحده الاولى وحده الميكانيكا والموضوع الاول الفصل الاول هو موضوع الزخم والدفع نبدا بتوضيح لخريطه مفاهيميه للمفاهيم الرئيسه الموجوده في هذا الفصل في ان الموضوع الاول وهو الزخم والزخم يرمز له بالرمز بي والدفع بالرمز اي الزخم له اكثر من علاقه رياضيه بنلاحظ هنا العلاقه الاولى b تساوي M في V والعلاقة الثانية بي تساوي جذر 2 ام كي وكثير من الطلبة بيسألوا هل هذه العلاقة مسموح لنا في امتحان الثانوية العامة نستخدمها مباشرة؟ نعم هذه العلاقة نستطيع استخدامها مباشرة بدون اشتقاق. بهمنا في أي كمية فيزيائية اللي هي الوحدة التي تقاس بها الكمية الفيزيائية بنلاحظ أنه هون الدفع والزخم لهم نفس الوحدات راح نلاحظ كمان شوي وحدة الزخم من القانون الأم هي ترمز للكتلة والكتلة وحدتها كيلو جرام والسرعة وحدتها متر بير سكند أو متر لكل ثانية بنلاحظ أن الأسئلة الخفية ممكن تجينا بالأسئلة الموضوعية جذر 2 أم كي فمنلاحظ وحدة الزخم أيضا هنا هي جذر الأم كيلو جرام والكي هي الطاقة الحركية وحدتها جول وممكن ان تكتب كيلو جرام جول قوة نص منلاحظ كمان من نفس العلاقة ممكن نكتب كي بدلالة بي كي اذا ربعنا الطرفين تصبح الطاقة الحركية بي تربيع على 2M اذا كي كطاقة حركية بدلالة بي من ربع الطرفين تربيع البي بي تربيع تصبح 2 ام ك نقسم الطرفين على 2 ام اذا الطاقه الحركيه K تساوي بي تربيع على 2 ام الجزء الثاني من الزخم وهو حفظ الزخم نلاحظ في حفظ الزخم الزخم ام في V اذا الزخم قبل الفعل يساوي الزخم بعد الفعل ومن الحالات التي سنطبق فيها حفظ الزخم هي التصادمات والانفجارات M1 في V1 initial M2 V2 initial تساوي M1 V1 final M2 V2 final مع ملاحظة أن الجمع هنا جمع تحصيلي يعني حسب حالات المحصلة وراح نلاحظ من الأمثلة كيف نطبق حالات المحصلة المختلفة الجزء الثاني من الفصل الأول أو من الموضوع هو الدفع بنلاحظ الدفع في عندنا حالتين أساسيات الحاله الاولى في حاله قوه ثابته الدفع يساوي القوه ضرب الزمن والحاله الثانيه عندما تكون قوه متغيره فان الدفع يساوي المساحه تحت منحنى القوه مع الزمن اذا الدفع ان حالتين الحاله الاولى في حاله قوه ثابته الدفع يساوي القوه ضرب الزمن ويكون الدفع بنفس اتجاه القوه المؤثره لان الدفع كميه متجهه والقوة أيضا كمية متجهة في اتجاه I باتجاه F كما اتجاه الزخم B بنفس اتجاه V إذا الدفع له نفس اتجاه القوة المؤثرة والزخم له نفس اتجاه السرعة نبدأ بالجزء الأول وهو الزخم كمية التحرك الكتلة ضرب السرعة إذا B تساوي M في V وبي تساوي جذر 2mk الدفع في حالة القوة الثابتة كما أسلفنا هي I اف دلتا تي وفي حالة قوة متغيرة المساحة تحت المنحنى ومهم هنا أن نحكي تحت منحنى اف مع تي بمعنى منحنى القوة مع الزمن لأنه حاصل ضرب اف تي بعطينا القوة ووحدة I هي نفس وحدة الدفع، القوة والدفع مع الزخم بيعطونا نفس الوحدات. في عنا الجزء الآخر نظرية الدفع والزخم، يعني ما العلاقة التي تربط بين الدفع والزخم ليكون لها نفس الوحدة؟ بأن الدفع يساوي دلتا بي وهي ام في دلتا في، وعنا قانون حفظ الزخم زي ما حكينا ام 1 في 1 انيشال ام2 في2 initial الى اخره اذا كان اكثر من جسمين تساوي ام1 في1 final ام2 في2 فاينل والجمع جمع تحصيلي نبدا ببعض الامثله جسمان لهما نفس الكتله A و B. B B إلى B A يعني ما نسبة زخم الجسم B إلى زخم الجسم A في عنا حالتين أو سؤالين أو فرعين الحالة الأولى إذا كانت في بي تساوي أربعة أمثال في والحالة الثانية إذا كانت كي بي تساوي أربعة كي في مثل هذه الأسئلة يستطيع الطالب الإجابة إذا كان سؤال موضوعي مباشرة وإذا كان سؤال نظري بدنا نشوف كيف آلية الحل راح أحكي عن الحالة السريعة كيف أنا أجاوب سؤال إذا كان سؤال موضوعي بهذا السؤال إحنا حكينا ب تساوي m في v، وبالتالي ب تتناسب طردي مع السرعة والسرعة قوة واحد والزخم أيضا قوة واحد، فإذا تضاعفت السرعة أربع مرات فإن الزخم يتضاعف أربع مرات، وبالتالي مباشرة نستطيع أن نحدد بأن b ل b تساوي أربعة b. لأي بشرط أن الكتلة ثابتة. إذا كمان مرة من العلاقة بي أم في في بما أن بي تتناسب طردي مع في قوة واحد إذا بمقدار عدد التضاعف للسرعة أربع مرات فإن الزخم سيتضاعف بنفس الرقم بنفس الكمية إذا بي بي تصبح أربع أضعاف بي أي. في الحالة الثانية عندما كي تضاعفت أربع مرات لان في الكي العلاقه ما بين الطاقه الحركيه والزخم قلنا في الملخص ان بي يساوي جذر 2 ام كي اذا كي تضاعفت اربع مرات هنا ايش بناخذ ناخذ الجذر اذا بي بي تساوي جذر الاربعه بي لاي وبالتالي تساوي 2 بي اذا في سؤال موضوعي سؤال دع دا دائرا نقدر نختصر نوفر الوقت احنا كطلاب وبالتالي مباشرة نستنتج أن زخم الجسم B يساوي مثلي زخم الجسم A أي إذا ضعفت K أربع مرات فإن الزخم يضاعف جذر الأربعة وجذر الأربعة اثنين وبالتالي تصبح BB تساوي 2BA لاحظ الحل التفصيل إذا كان السؤال نظري وليس سؤال موضوعي نعمل قسمة عشان نحصل على العلاقة ما بين الكميتين بي بي على بي اي تساوي ام بي في بي على ام اي في اي حكينا الكتلة متساوية نختصر الكتلة من الجهتين فبصير عندنا في بي على في اي في الفرع الأول في بي يساوي 4 في اي على في اي نختصر كمان في اي مع في اي فبنلاحظ النسبة 4 إلى واحد وممكن إذا كان سؤال موضوعي نكتب وحدة دلالة الثانية بالضرب التبادلي فنستنتج أن بي بي تساوي أربعة بي اي لأن بنفس الطريقة ضعفت الطاقة الحركية أربع مرات الآن تو متشابهة الأم متشابهة عوضنا مكان كي بي أربعة كي اي كمان كي اي مع كي اي جذر الأربعة هي اثنين وبالتالي الناتج اثنين إلى واحد او بنفس الطريقه اذا ضربنا ضرب تبادلي بتكون بي لبي تساوي مثلي بي اي فلاحظوا ممكن احنا نحل بهذه الطريقه او نحصل على الجواب بطريقه مختصره مثل ما وضحنا في بدايه حل السؤال خاصه اذا كان السؤال سؤال موضوعي ننتقل لمثال اخر حكينا من العلاقات ايضا المهمه هي قانون الثاني لنيوتن والقانون الثاني لنيوتن هو بربط العلاقه ما بين الدفع والزخم نلاحظ ان بي تساوي ام في بي عندما تتغير السرعه فان الزخم يتغير قسمنا الطرفين على دلتا تي على الزمن لان التغير يحدث خلال فتره زمنيه معينه فصار عندنا دلتا بي على دلتا تي ام في دلتا في على دلتا تي دلتا v على دلتا t دلتا v على دلتا t هي التسارع a وبالتالي دلتا بي على دلتا t تساوي m في a وهذه m في a هي القوه المحصله سيجما f او f نت حسب القانون الثاني لنيوتن فبنحصل على العلاقه f نت تساوي دلتا بي على دلتا t وهذه هي الصيغه الرياضيه للقانون الثاني لنيوتن وعلى اعتبار أن الكتلة ثابتة إذا هي تساوي M في دلتا V على دلتا T على اعتبار أن الكتلة ثابتة ودلتا V هي عبارة عن M في V final ناقص في initial على دلتا T إذا في هذه الحالة احنا اشتقينا الصيغة الرياضية للقانون الثاني لنيوتن وممكن أن يأتينا سؤال لاشتقاق هذه العلاقة بطريقة أخرى ليست بهذه الطريقة ويمكن أن نوضح هذه الطريقة أو الاشتقاق الآخر للقانون الثاني لنيوتن إحنا نقدر من معادلة الحركة الأولى V final تساوي في initial زائد A في T وبتمنى احنا كطلاب نحاول مع بعض يعني يكون دفترك موجود معك وتحاول تشتق هذه العلاقة اساس تتمرن على الاشتقاق حتى نحصل على الزخم بلزمنا الكتلة نضرب جميع المعادلة في الكتلة بصير عندنا ام في v final تساوي M في فاينل تساوي ام في في انيشيال زائد ام اي في تي ننقل هذا على الطرف الثاني بيصير عندنا ام في V فاينل ناقص ام في v initial. الـ M في انيشال الام في اي هي اف نت او محصله القوة. الام في اي هي محصله القوة وبالتالي يصبح عندنا F نت في تي بالقسمه على تي للطرفين فبنتج عندنا اف نت تساوي mv final minus mv initial هي عباره عن التغير في الزخم دلتا بي على دلتا تي وبالتالي حصلنا على القانون الثاني لنيوتن باستخدام معادله الحركه الاولى لكن مهم هون احنا بنحكي دلتا بي هي كميه متجهه يجب ان نحصل بشكل اتجاهي والامثله راح توضح كيف احنا نحصل دلتا بي بطريقه اتجاهيه نبدا بمثال اخر عندنا مثال يتحرك جسم يا ريت نكتب النوت مع بعض على دفترك على اساس احنا نتعاون مع بعض في حل السؤال او في حل المثال يتحرك جسم كتلته 2 كيلو جرام بنلاحظ كتابه المعطيات الان هذه 2 كيلو جرام هي الكتله تمثل ام بسرعه 10 متر لكل ثانيه اذا هذه السرعه الابتدائيه اللي بتحرك فيها الجسم اذا في انيشال على سطح افقي املس فما مقدار واتجاه القوه اذا كان زمن تاثيرها يساوي واحد بالعشرة سكنت ممكن احد الطلاب يسال طب لو ما كان السطح املس طبعا بده يكون سطح خشن احنا لامتحان الثانويه العامه او للتوجيهي مش مطلوب منا قوه الاحتكاك وبالتالي راح نتعامل مع سطوح ملساء وبالتالي لا يوجد اسئله راح يكون فيها قوه الاحتكاك. زمن التاثير هي دلتا تي او زمن تاثير القوه تي المطلوب الاول اصبحت سرعه الجسم 12 متر لكل ثانيه في نفس الاتجاه، لاحظوا الان كيف راح نميز ان الجمع جمع تحصيلي، جمع اتجاهي وليس جمع جبري او تعويض رياضي مباشر اذا في فاينال هي 12 متر لكل ثانية في نفس الاتجاه اذا كلاهما يحمل نفس الاشارة وبالتالي المتجهين في نفس الاتجاه احنا لما بنعمل دلتا بي نعمل ام في في فاينال في انيشال فلو كانت في انيشال لليمين اذا في فاينال لليمين احنا ايش بنحصل بنحصل دلتا في معنى دلتا في هي في فاينل زائد معكوس في انيشال في فاينل زائد معكوس في انيشال اذا معكوس في انيشال راح يكون في الاتجاه المعاكس هذه ماينس في انيشال فصار عندي متجهين متعاكسين كيف نحصلهم في عمليه الطرح لما بكون عندنا متجهين متعاكسين بنحصلهم بطريقه الطرح، هذه احيانا تكون متعبه للطالب لكن هي هذه الطريقه والتفسير الفيزيائي للاشارات. فاذا كانوا في نفس الاتجاه اذا لا نضع اشاره بمعنى ستصبح الاشاره اصلا في النهايه هي اشاره طرح. اما عندما نقول في الاتجاه المعاكس يعني اذا كان في انيشال لليمين وفي فاينل لليسار احنا بدنا نعمل في في فاينل زائد معكوس في انيشال، اذا في انيشال ستصبح في الاتجاه المعاكس، هذه سالب في انيشال. اذا عند التحصيل ستصبح جمع، عند التحصيل ستصبح جمع. كيف نلخص ذلك الان؟ اذا كانوا في نفس الاتجاه تبقى اشاره السالب إذا كانوا في نفس الاتجاه تبقى إشارة السالب وبالتالي أصبح للمتجهين نفس الإشارة يعني ما بنعوض إشارات سالب تبقى الإشارة سالبة القانون ما منغير فيه إشي الجمع جمع تحصيلي لكن بالتعويض كلاهما يبقى موجب لأنهم في نفس الاتجاه وبالتالي السرعة الابتدائية 10 السرعة النهائية 12 إذا 12 ناقص 10 2 على 10 2 20 ضرب 2 40 نيوتن. احنا فرضنا ان السرعه موجبه وبالتالي الجواب موجب اذا بنفس اتجاه حركه الجسم. هذه الاشاره لاتجاه القوه، اتجاه القوه بنفس اتجاه حركه الجسم لان اعتبرنا حركه الجسم موجبه، الجواب موجب اذا ستبقى القوه المؤثره حتى نزيد من سرعه الجسم في نفس الاتجاه يجب ان نؤثر عليه بقوه في نفس اتجاه حركته. نيجي للجزء الثاني، الجزء الثاني أو المطلوب الثاني عندما يتحر يتأثر بقوة 8 نيوتن في الاتجاه المعاكس، لأن كلمة بالاتجاه المعاكس يجب هنا وضع إشارات، فلاحظوا اف في فاينل وضعنا لها إشارة سالبة، وبالتالي العشرة وضعنا لها إشارة موجبة، الإشارة هذه الموجودة بالوسط هي الإشارة الأصلية اللي موجودة بالقانون أصلاً. اذا في فاينل سالب 8 ناقص 10 والجواب سالب 360 نيوتن لاحظوا الان احنا عملنا السرعه الابتدائيه للجسم موجبه الجواب اف طلع سالب اذا عكس حركه الجسم الاصليه الجسم كان يتحرك بسرعه 10 اعتبرنا العشرة 10 موجبه فالجواب عندنا سالب ف الاف او القوه المؤثره عكس حركه الجسم من الاسئله اللي تطرح كثيرا يعني يمكن يتساءل الطالب يا استاذ لو عملت انا بالعكس لو انا خليت في انيشيال سالبه وفي فاينل موجبه بيختلف الجواب؟ طبعا نهائيا ما بيختلف راح نحصل على نفس الجواب الاشاره تختلف لكن التفسير سيبقى نفس التفسير يعني عكس حركه الجسم خلينا نوضحها طالب اعتبر في انيشيال هي السالبه اذا الاف تساوي الكتله 2 و8 ناقص اذا الانيشال 10 سالبه على 10 الجواب موجب 360 نيوتن لان مين اللي فرضناه موجب احنا؟ فرضنا الفاينل موجب والانيشال اعتبرناها سالبه لان الجواب موجب اذا الاف عكس الفي انيشال وبالتالي الجواب 360 نيوتن عكس اتجاه حركة الجسم وبالتالي احنا هون اجبنا على استفسار الطالب اللي بتحدث انه لو عكسنا الاشارات هل اجابتنا احنا كطلاب راح تختلف طبعا نهائيا مش هتختلف <applause> لاحظوا الجوابين الاشارة هي للاتجاه وليس قيمة انها اكبر من صفر او تحت الصفر اذا الجواب هنا 360 نيوتن عكس حركة الجسم واللي اعتبر العكس ايضا حصل على نفس الجواب 360 نيوتن وعكس اتجاه حركة الجسم المطلوب الثالث نحاول كمان نحله مع بعض اه توقف الجسم كلمة توقف تعني ان في فاينل تساوي صفر كلمة توقف تعني في فاينل تساوي صفر ومنلاحظ هنا ان القوة تساوي 2 في صفر ناقص 10، أيضا اعتمدنا على نفس الإشارات في الفروع الثلاث أن الإنيشال موجبة وبالتالي الجواب سالب والسالب تعني هنا أنه عكس الفي إنيشال أي عكس حركة الجسم الأصلية. ننتقل لمثال ثاني بنفس الطريقة هذا من الأسئلة اللي كثير طلاب يخربشوا فيها. والطلاب عادة بحل إذا بده يحل هذا السؤال بسرعة بيعمل ما يلي الطالب بلاحظ أن 2 كيلو جرام متر بير سكند هي زخم الجسم إذا هذه بي إنيشال وأثرت عليه قوة خلال إذا هنا عندنا الزمن فأصبح زخمه 3 كيلو جرام متر بير سكند إذا هذه بي فاينل طالب ان اجى سؤال زي هيك خاصه ان اجى سؤال موضوعي ايش بيعمل بالسرعه وعشان يكسب وقت؟ طالب بيعمل ما يلي مباشره. بحكي الاف تساوي دلتا بي يعني بي فاينل ماينس بي انيشال على دلتا تي. والشيء الاسهل 3 ناقص 2 على 2 بالعشره وطبعا يقع في المحظور الطالب و بصل لجواب خطا واكيد راح يكون اول خيار من الخيارات يمكن الف هو الجواب اللي راح يفكر فيه الطالب بطريقه بسيطه او بطريقه مباشره. احنا بنحكي هون البي هو كميه متجهه وبالتالي دلتا بي يجب ان يكون بي فاينل زائد معكوس بي انيشال بمعنى الجمع جمع تحصيلي فالطالب لازم يركز وينتبه هون كيف انا لازم اعمل. وين الفكره بالسؤال؟ الفكره بالسؤال في قضيه اللي هي كلمات شرقا وغربا يعني لو لاحظنا هون شرقا لاحظنا هون غربا اذا لازم نعمل اشارات لازم نعمل اشارات للكميات المتجهه بالسؤال وبالتالي لازم نفرض واحد منهم سالب واحد منهم موجب اذا بطريقه الحل بنلاحظ هون نفرض الغرب سالب ونفرض الشرق موجب، اذا الغرب سالب والشرق موجب. نفس الشيء يمكن حد من الطلاب يسال لو عملنا العكس بيختلف الجواب، طبعا كما وضحنا في المثال السابق طبعا مش راح يختلف الجواب، راح يطلع نفس الجواب قيمة واتجاها. لأن بناء على الفرض اللي احنا فرضناه بنلاحظ الزخم الفاينل بي فاينل هي سالب ثلاث والبي انيشيال هي موجب 2 وبالتالي 3 و2 5 طبعا سالب على 1 بالعشرة سالب 50 نيوتن الجواب سالب السالب هنا تعني اتجاه مين اللي فرضناه سالب هو الغرب إذا الجواب 50 نيوتن غربا ما بنحكي سالب 50 نيوتن غربا ركز بنحكي 50 نيوتن غربا الإشارة هي للاتجاه وليس قيمة ولو طالب عمل بالعكس خلينا نجرب طالب حب يعمل بالعكس نعمل اف كيف يعني بالعكس نعتبر الغرب موجب والشرق سالب فبصير سالب اتنين على واحد بالعشرة فالجواب خمسين نيوتن مين فرضناه موجب الآن؟ هذا الغرب والغرب فرضناه موجب والجواب هون موجب إذا ما ماذا نعني بموجب؟ غربا إذا الجوابين تماما نفس الجواب الجوابين غربا والقيمة خمسين اذا الجوابين غربا والقيمه 50 نيوتن لازم نركز في قضيه الجمع التحصيلي وما نقع في اخطاء بسيطه تخسرنا علامات لشيء بسيط نيجي لمثال اخر ان اطلقت كره افقيا بسرعه عشرة نحو جدار راسي فاصطدمت به خلال واحد بالعشرة ثانية فما متوسط قوة دفع الجدار والكرة إذا ارتدت بربع سرعتها، احنا بدنا متوسط قوة دفع الجدار للكرة. للكرة إذا ارتدت بربع سرعتها، بربع طاقتها، بعد أن فقدت 36% من طاقتها الحركية. أهم شيء الطالب كيف أحول الكلمات لرموز؟ احنا لما بنحكي كتابة المعطيات هي تعني تفسير الكلمات إلى جمل فيزيائية جمل رياضية إلى معطيات رياضية في معطيات مباشرة هنا واحد كيلو جرام هي الكتلة والسرعة عشرة هي الفي إنيشال والزمن واحد بالعشرة ثانية فما متوسط قوة دفع الجدار للكرة إذا ارتدت هذه الكلمة ارتدت هي أحد مفاتيح الحل بالأسئلة كلمة ارتدت بمعنى أصبحت تتحرك في الاتجاه المعاكس إذا في initial و V final متعاكستان في الإشارة إذا يجب وضع إشارات إما أن نفرض في initial سالبة أو العكس بمعنى V final السالبة لكن الأسهل للطالب الأسهل ما بنحكي يعني أنه قانون وضحت في مثالين الساقات حليت على الطريقتين وحصلنا على نفس الجواب الأسهل أنه نعوض في initial سالبي الاسهل للطالب انه نعوض في انيشيال سالبي عشان هيك احنا هون نحكي نفرض في انيشيال سالب ونفرض في فاينل بالتالي تصبح موجب ليش موجب لانها اصبحت في الاتجاه المعاكس هذا المخطط بوضح لنا كيف حركه الجسم نعتبر هذا الجدار الرأسي و انيشال كانت لليمين في فاينل لليسار اذا المتجهين متعاكسين في الاتجاه فمباشره الاسهل إننا نعتبر في انيشال سالبه اذا هي سالب 10 بربع سرعتها اذا في فاينل تساوي ربع في انيشال اذا في فاينل تساوي ربع في انيشال بنفس الطريقه حاول تكتب هاي حاول انت كطالب تعبر عن ربع الطاقه الحركيه بنفس الطريقه حكينا ربع سرعتها ترجمناها رياضيا في فاينل تساوي ربع في انيشال لان كيف نكتب فرع باء بربع طاقتها الحركيه بنفس الطريقه حاول جرب على دفترك تحاول تكتبها اذا هون بنحكي عن K اذا K فاينل اللي هي بعد الاصطدام تساوي ربع كي انيشال اذا كي فاينل تساوي ربع كي انيشال لانه هون نتحدث عن الطاقه الحركيه فارتدت بربع طاقتها اذا كي بعد التصادم تساوي ربع كي قبل التصادم في فرع ج يعني احنا في كل مره بنضيف نضيف شويه بهارات على السؤال في الفرع الأول مباشر حكينا ربع سرعتها إذا في فاينل ربع في انيشال. في الفرع باء ربع طاقتها فحكينا كي فاينل ربع كي انيشال. لأن بعد أن فقدت 36% من طاقتها أو خسرت 36% من طاقتها الحركية هذه لازم ننتبه على كلمة فقدت حاول كمان إنت معاي تجرب كيف نكتبها؟ هذه مباشر بربع طاقتها اذا وضعنا كي فاينل ربع كي انيشال في الفرع ج فقدت 36% في المية. عندما تخسر 36 اذا سترتد تكمله ال 100% بالمية هي 64% بالمية من كي انيشال نشوف كيف الان التعويض الرياضي وطريقه الحل هو السؤال تقريبا خلص كيف خلص؟ احنا لما بنيجي بنحكي هون عن كتابه الارقام بضل عمليه التعويض سهله لاحظ كيف بس نعوض الارقام مباشره لاحظ في فاينل تساوي ربع في انيشال عوضنا في انيشال اللي هي 10 تعويض مباشر ربع ضرب 10 2.5 والوحده متر لكل ثانيه الان الاف تساوي ام في في فاينل ماينس في انيشال على دلتا تي الكتلة واحد كيلو جرام لاحظوا هون عملنا سالب السالب ليش سالب السالب؟ لأنه اتفقنا نعوض في انيشال سالبة وبالتالي اثنين ونص تصبح زائد عشرة عشر اه ونص تقسيم واحد بالعشرة فالجواب مية وخمسة وعشرين نيوتن اللي فرضناه موجب هو الفي فاينل اللي هي الارتداد وبالتالي اتجاه القوه باتجاه الارتداد اللي هو باتجاه في فاينل او عكس في انيشال بالفرع بارتدت ارتدت بربع طاقتها الحركيه اذا كي فاينل ربع كي انيشال اذا نص ام في فاينل سكوير تساوي ربع في نص ام في انيشال سكوير بنلاحظ نص ام مع نص ام فبصير عندنا في فاينل سكوير تساوي ربع في انيشال سكوير عشان نخلص من التربيع بناخذ الجذر التربيعي للطرفين وبالتالي جذر الربع في انيشال تربيع بنلاحظ جذر الربع هي نص والجذر التربيعي للفي انيشال بنختصر مع اثنين فيبقى الجواب نص في انيشال اذا في فاينل يساوي نص في انيشال السرعة الابتدائية كانت 10 إذا نص ال 10 5 إذا أصبحت في فاينل 5 متر لكل ثانية. بنفس الطريقة عوضنا بدال 2 ونص 5 وكمان ناقص الناقص صارت زائد فلاحظوا هي الفكرة بالحل هي كيف نحول الكلمات إلى رموز لكن ما تبقى أصبح الثلاث فروع كأنها فرع واحد بس اللي اختلف هي قيمة في فاينل بدل 2 ونص صارت 5 بدل 5 صارت عندنا اللي هي 8 بالعشرة يعني من العشرة يعني 8 فلاحظوا هون أصبحت عنا كي فاينل كي انيشال اللي هي كيف نحصل على الرقم اه 64% بالمية وبالتالي حصلنا على كي فاينل 64% بالمية كي انيشال وهنا الطالب بيقدر أصلا مباشرة إذا كان فاهم العلاقة نص أم في تربيع إنه يحكي في فاينل تساوي الجذر التربيعي لل 64 على 100 من في انيشال وجذر ال 64 8 وال100 10 والسرعه الابتدائيه 10 وبالتالي في فاينل 8 متر لكل ثانيه، اذا انا كطالب بقدر مباشره من العلاقه كي فاينل لكن هون احنا حلينا وبشكل واضح عوضنا نص ام في فاينل سكوير بنختصر نص ام كمان مع نص ام بناخذ الجذر التربيعي للطرفين مثل ما وضحنا جذر ال 64 8 وال 110 ضربنا 10 مع 10 فبضل عندنا في فاينل 8 متر لكل ثانيه وبنفس الطريقه لانه في انيشال سالبه اذا سالب السالب موجب ف 18 على 1 بال 180 نيوتن وبما ان الجواب موجب اذا راح نبقى احنا باتجاه الارتداد او بنفس اتجاه الارتداد نحاول الان مع بعضنا ياريت نكتبهم هاي الاسئله ونعمل تقويم إلنا كيف نحل هاي الاسئله وكيف نتعامل معها انا هعطيكم فكره الحل ان السؤال الاول قوتان اف1 اف2 دفع القوه الثانيه يساوي ثلاث امثال الاولى فما اف2 على اف1 اذا كان زمن تاثير الاولى مثلي الثانيه واسقطت كره 2 كيلوغرام سقوطا حرا من ارتفاع 3.2 بالعشرة متر، اصطدمت بالارض وارتدت عنها الى 1.8 بالعشرة متر، فما الدفع على الكرة. السؤال الثالث بندول بسيط طول خيطه واحد متر علق في نهايته جسم اثنين بالعشرة كيلو جرام، سحب الى وضع رأسي اصبح يصنع الخيط 37 درجة مع الوضع الرأسي ثم افلت فما زخم الجسم لحظة مروره بالوضع الرأسي. بدي يعني الجزء الثالث وهو سؤال جيد يمكن مش موجود بالكتاب مباشر مثله لكن أنا بدنا نحاول نعمل مخطط الحل لهذا السؤال عندنا بندول بسيط طول الخيط واحد متر سحبناه إلى وضع أصبح يصنع فيه الخيط 37 درجة مع الوضع الرأسي مش مهم هذا بنسميه الوضع الرأسي ممكن نرسم إحنا لليسار أو لليمين وفي عندنا هون 37 درجه الجسم عند افلات النابض راح يتحرك للاسفل حركه بندوليه لا تتحرك الكره بهذا الشكل المطلوب حساب السرعه عند هذه اللحظه والسرعه المماسيه هنا في بهذا الاتجاه عشان نحسب هذه السرعه بدنا نتعامل مع قانون حفظ الطاقه كيف قانون حفظ الطاقة نفرض هذا الموقع الموجود هنا هو رقم واحد أو A أو B وعند الوضع الرأسي رقم تنين عند الوضع الأعلى عند أقصى ارتفاع الكرة تمتلك طاقة وضع فبنحكي U واحد أو U فوق عند أعلى نقطة تتحول إلى طاقة حركية عند الوضع اثنين طبعا إذا لم تفلت الكرة من السكون عند الوضع واحد فبكون كمان كي عند الموضع واحد وأخفض نقطة بالسؤال هذه نعتبرها نقطة المرجع أو نقطة الإسناد وبالتالي نعتبر الارتفاع عندها يساوي صفر إذا لا يمتلك الجسم طاقة وضع جاذبية قانون يون نتذكر مع بعضنا هي ام جي اتش و -H هي الارتفاع الراسي للكره عن وضع الاسناد، يعني الرسم هنا اتش. اتش هي الارتفاع الراسي والكي هي نص ام في تربيع. اذا طاقة الوضع ام جي اتش وطاقة الحركة نص ام في تربيع. بنلاحظ نختصر ام مع ام. وبالتالي نتوصل إلى بالضرب باثنين وبناخذ الجذر التربيعي اذا في تساوي جذر 2 جي, جي اتش هذه العلاقه مهم هون نميز كثير طلاب بخربشوا بالثانويه العامه امتى بستخدمها وامتى ما بستخدمها كثير طلاب بيسالونا هذا السؤال هل هذه العلاقه مسموح استخدمها مباشره هذه العلاقه مسموح استخدمها مباشره في هذا السؤال لما بتكون عندنا سقوط حر يحق لك استخدام هذه العلاقة مباشرة بالتالي نستطيع حساب في انيشال بتعويض اتش 3.2 بالعشرة و في فاينل بتعويض اتش 1.8 بالعشرة متر إذا هذه العلاقة مسموح أن نستخدمها مباشرة إذا كان سؤال سقوط حر لكن إذا كان سقوط بندول أو سطح مائل يجب استخدام قانون حفظ الطاقة الميكانيكية فيا ريت طلابنا تكتبوا هذه الملاحظة بالسقوط الحر بيحكي لنا استخدام هاي العلاقه مباشره بدون اشتقاق، لكن في البندول والسطح المائل لازم نستخدم حفظ الطاقه الميكانيكيه. يبقى السؤال الاصعب كيف نجيب اتش وهي اخر ملاحظه، والفكره هنا كيف احنا نعمل مثلث قائم الزاويه على اساس نستفيد من فيتاغورس، احنا هون بنيجي نعمل خط افقي بهذا الشكل. نعمل خط افقي بهذا الشكل صار عندنا هون مثلث قائم الزاويه هذه جميعها طول الخيط ال واحنا بدنا اتش من هون لهون اذا المسافه من هون الى هون هي عباره ال ناقص اتش فالفكره بالسؤال فكره رياضيه كيف اجيب الارتفاع اتش نعرف احنا كوساين ثيتا وهي 37 المجاور اللي هو ال ناقص اتش على الوتر وهو ال كمان مرة الفكرة نعمل خط افقي صار عندنا هون مثلث قائم الزاوية الطول كامل هو ال المسافة من هون لهون اتش اذا الارتفاع المتبقي من هنا هي ال ناقص اتش اذا كوساين ثيتا ال ناقص اتش وهو المجاور على الوتر وهو طول الخيط L احنا كوساين ثيتا اللي هو كوساين ال 37 ثمانية بالعشرة ومنعوض ال طول الخيط واحد على واحد وبالضرب التبادلي نحصل على الارتفاع 2 بالعشرة متر اذا مباشرة عرفنا سرعة وصول الجسم الى الوضع الرأسي والمطلوب الزخم بهذه الطريقة بنحسب السرعة 2 ضرب 10 ضرب 2 بالعشرة اذا الجواب 2 متر لكل ثانية نضرب بالكتلة ل 2 بالعشرة وبالتالي نحسب الزخم في هذه الطريقة. السؤال الثاني زي ما حكينا بنحسب في انيشال وفي فاينل مع الانتباه انه في كلمة ارتدت وبالتالي يجب ان يكون هناك اشارات والاسهل, والأسهل ان نضع الانيشال سالبة والفاينل موجبة بمعنى تصبح الاشارة بينهما جمع. إلى هنا نكتفي طلبتنا الأعزاء ونامل ان تكونوا قد استفدتوا وفي المرات القادمه نتمنى ان يكون لديك دفتر خاص بالفيزياء لكتابه الملاحظات ونلتقي فيكم ان شاء الله في سلسله اخرى من سلسله حلقات الفيزياء ضمن سلسله دروس ثانويه اونلاين واسعد الله اوقاتكم.